السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله يوم سعيد من ستوكهولم دروتنينغس جاتان شارع الملكة. والدنيا مطر، الدنيا مطر يا حلوة. والعمل إيه؟ الحمد لله خلصنا صلاة الجمعة، قرأنا سورة الكهف وجلسنا جلسة سكينة في المسجد، الهدوء والراحة النفسية. إن شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم. رح نتمشى بالمطر، شو رأيكم؟ مستعدين جولة مطر ونشوف أخونا أبو عمار إذا بطلع معنا، على أساس اليوم اتفقنا نكمل موضوع السعادة. وهينا ماشيين بالمطر، خلينا نتحمم شوي، نرد نتحمم، تحممنا الصبح نتحمم كمان مرة. أهلا وسهلا بكم من ستوكهولم دروتنينغس جاتان شارع الملكة في مدينة ستوكهولم، جولة مطرية ونتحدث من خلالها عن موضوع السعادة. شو رأيكم في جولة المطر؟ هل أنت سعيد في المطر أم تعيس؟ هل تحب المشي بالمطر ولا تحب الدنيا صيف؟ أهلا وسهلا، يا ريت كل واحد يكتب لنا من وين بيتابع، ونعمل لنا هيك جولة نص ساعة زمان، ونشوف أخونا أبو في قطايف. والله قطايف ممكن في بشار هولمن بالمحلات العربية، أكيد احتمال كبير ممكن يعمله، كل سنة بيعمله شار هولمن. في عند شو اسمه البيت الدمشقي في شار هولمن، أتوقع ما رحت شفت يعني، بس عادة كل سنة بيكون في قطايف. نعم المطر يغسل الذنوب، الله يا رب يهدينا ويسعدنا في الدنيا وفي الآخرة. اليوم كانت خطبة جمعة كتير رائعة جدا، عن لماذا نصوم وما فائدة الصوم. يعني قد توجه لك أسئلة من الأصدقاء، من غير المسلمين، من أطفالك، لماذا نحن نصوم، ما فوائد الصيام. يعني إخوان الكرام، الإنسان في هذه الحياة إذا ما كان عنده ضابط للشهوات بتلاقيه للأسف قد يفعل الجرائم من أجل أن يحقق شهواته. ناس تشرب مخدرات لأنها غير قادرة على التحكم في شهواتها، غير قادرة على التحكم في نظرها، في أكلها، في شربها. فسبحان الله الصيام له حكم كثيرة، بيعلمنا المحافظة على النفس وقيادة النفس. أشياء كثيرة تكلم فيها خطيب الجمعة الجامع الكبير في ستوكهولم، لكن احنا رح نتكلم بشكل هيك مبسط، بما انه الجو القوي جميل والدنيا ربيع. اهلا وسهلا بكم، ونشوف اخونا ابو عمار اذا بطلع، كان هو حاب يشاركنا في موضوع السعادة. السعادة، هل أنت سعيد في حياتك؟ لو سألوك هل أنت سعيد، وهل ضروري عشان أكون سعيد لازم ما يكون عندي ولا مشكلة، ولا لازم يكون عندي شوية مشاكل وأكون سعيد، ولا لازم يكون معي مصاري دولارات؟ شو رأيكم؟ هل كل السعداء ما عندهم مشاكل؟ معقول؟ والله إذا بتلاقوا لي واحد في هالكرة الأرضية ما عنده ولا مشكلة جيبوا لنا اياه خلينا نتعرف عليه. اللي عنده مصاري خايف على المصاري يروحوا، واللي مش متجوز بقول لك يا ريتني اتجوز، واللي متجوز بقول لك يا ريتني ما اتجوزت، واللي عنده اطفال بقول لك يا ريت ما عندي، واللي ما عنده بقول يا ريت عندي. فسبحان الله، يعني هي القناعه المفتاح للسعاده، القناعه والرضا والتسليم بما رزقك الله، لا تنظر إلى غيرك. في ناس بضلوا يطلع، هاي أطول، هذا أقصر، هذه أجمل، أنا شعري مو ناعم، أنا شكلي أسمراني، أسمر يا أسمراني، أنا بدي أكون أشقر. القناعة كنز لا يفنى، بدك تتعب عليها القناعة، بدك تقرأ، بدك تجتهد، بدك تفهم الآيات، آيات الكون، قصص الأنبياء،
يعني الموضوع مش شغلة كبسة، اضغط كبسة ويلا هاي اقتنعنا، لا الموضوع بده جد واجتهاد، بدك تقتنع بمال الحلال، لأنه بعض الناس للأسف يبحث عن أي مصدر، المهم يكون معه مصاري ولا يهمه. يعني كيف بده يكون إنسان سعيد وهو يأكل بالحرام؟ بالظاهر قد يظهر لنا أنه سعيد، لكن ما دام المال حرام، العين الفارغة، العين الفارغة عمرها ما بتشبع. طبعا هون يا إخوان الكرام إذا بدكم كوكو موكو هون عشان تيجي تحققوا السعادة، تعالوا اشربوا كوكتيل وبصر ايش وكلوا شغلات حلوة هون عند كوكو موكو حبيب. عنده مرة واحد بريد، شو هذا؟ والله ما انا فاهم شو بتكتب. امتى بدها تطلع الشمس؟ والله ان شاء الله بتطلع، هي بس متغبية مستحية، اعطوها مجال بتطلع. خلينا نفرجيكم بس هذا المحل شوي، هذا محل كوكو موكو، هذا المحل جيبوا اولادكم وضبطوا وضعكم، هذا المحل هيك شيء جميل جدا. انا قاعده والاجواء رومانسيه وشيء حلو من فاخر على الاخر. متى بدها تطلع الشمس؟ ان شاء الله بتطلع عن قريب. في اي محل تباع؟ في محل المكتبات، روح على المكتبه وين نشتري. خلينا نقرا انا اسمي سعيد، سعيد اهلا وسهلا، وانا ابو السعيد، السعادة في النساء والمال والصحة. فهذا المحل يا اخوان الكرام، تعالوا جميل جدا، جيبوا اولادكم جيبوا دولاراتكم. وين صاحبنا ابو عمار؟ احنا شوي طولنا بالجامع اليوم، قعدنا شوي لانه الاجواء اليوم مطر كثير كبس، بس كنا مش غلط يعني، انا بحب امشي بالمطر. في حدا معنا من المتواجدين بحبوا يمشوا بالمطر ولا لا؟ واحنا صغار كنا نحب نمشي بالمطر ونصير ننط هون فوق المي هيك، نصير ننطنط بالجزم ونرجع الدار نتبهدل ناكل كتلة نوسخ وعينا. سبحان الله، الطفولة براءة، براءة، براءة الطفولة. والله كان الواحد سبحان الله يعني كان ما شايف الحياة بالصورة اللي احنا لما كبرنا. صار الواحد شوي عنده هموم، هموم الأطفال وهموم الأسرة وهموم السفر والهجرة إلى آخره. يعني أحيانا الإنسان وهو صغير يفكر إن الحياة أحلى لما يكبر، بس لما يكبر بيقول يا ريتني رجعت صغير. ويغني أغنية كنت بنت 3 سنين جبت لك لعبة صغيرة، ولما صرت بالعشرين إلى آخره. فالواحد هو صغير بتمنى يكبر، وهو بالمدرسة بيقول ما تقدروا على الجامعة. سبحان الله دائما الإنسان ينظر إلى الجهة المقابلة إنها أجمل من الجهة الحالية. هو لو مقتنع بالجهة اللي عنده كان الموضوع سهل. مو غلط الواحد يطور من نفسه، بس إنه الواحد يكون راضي بالحال اللي عايش فيه حاليا حتى يتطور. هاي كمان مطعم كمان كتير كتير مرتب. فاحنا دائما يا اخوان الكرام نتطلع على الجهه المقابله. هسه اللي قاعدين بالمطعم هون بيقولوا يا ريتنا قاعدين بالمطعم اللي هون، واللي بالشارع تحت بيقولوا متى رح نصل لهون، واللي مسافر بيقول متى رح اصل، وبس يوصل بيقول متى بدي اروح ارجع اشوف امي وابوي. فسبحان الله احنا البشر دائما الانسان عجول. المسافر بيقول لك بدي ارجع، واللي بالوطن بيقول لك بدي اسافر. أحسن من قعدة البيت، والله جلسة البيت كاتمة وقالية. نحن بنصوم لأن حسنة رمضان كله. خلنا نروح نشوف السمكات موجودين. وهنا في مطعم إيطالي، بس طبعا بعد رمضان. هذا المطعم إيطالي كتير لطيف وكتير جميل. خلنا نأخذكم عند السمكات تبعونا الملونات، نشوفهم بعدهم عايشين ولا شالوهم. وخلنا نقرأ التعليقات تبعتكم. وين صاحبنا أبو عمار؟ اليوم ما طلع، شكله نايم، شكله مبارح كان سهران، سهران للصبح، سهران أخونا أبو عمار. وين؟ هاينا نشوف السمكات. والله السمكات بعدهم موجودين. إحنا في ستوكهولم، ستوكهولم شارع الملكة، وهلأ إحنا وصلنا عند السمكات. وهنا قاعدة بالصيف بتجنن، هنا بتقعد عندك السبا جنبك،
مكان رائع جدا، وهي الطبيعة والبحيرة والسمك. هلا بتفرجيكوا السمك، احكوا لنا اللون المفضل عندكم. يلا ها، 1 2 3. وين السمكات؟ كلهم رايحين هناك. تعالوا لهون، فيش ولا سمكة هون. اهلا وسهلا بكم، جمعة مباركة علينا وعليكم، ان شاء الله يوم سعيد والله يسعدكم، وان الله مع الصابرين. احنا في مدينة ستوكهولم للي بيسأل، وشارع دروتنينغس جاتن. وهلا هون جايين قريبين من مطعم اسمه الفورانو، مطعم ايطالي، في شباب عرب من المغرب شغالين فيه. بس تعالوا بعد رمضان احسن، احنا قاعدين بنحكي لكم عن اسم الشارع عشان تيجوا برمضان بعدين تفطروا. فالواحد مع المشي والحركة يا اخوان الكرام، انا بالنسبة لي بلاقي الصيام بخف. القعدة بتخلي شو اسمه الواحد يظل يفكر بالاكل وبالمطبخ وبالبيت والطبخ والريحة. بس لما تطلع من البيت بلاقي الموضوع اسهل على الصيام. يعني مش انه الواحد يمشي بسرعة ولا يركض ولا انه، يعني اذا انت طلعت لك هيك جزدورة شوي تغير جو، تلف لك ساعة زمان، ترجع تصلي العصر، تسمع درس العصر، فالوقت يمضي. لكن التفكير المستمر بالوقت زي الانسان اللي بالسجن، بتلاقيه بعد الدقائق والثواني. لكن لما انت خلص تعتبره انه يعني احنا زي المستعجلين، احنا ندخل رمضان زي المستعجلين بدنا اياه يخلص رمضان. لا يعني استمتع بهالاوقات هاي، يعني هو حلاوة رمضان في 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 لحظاته الصعبة ولحظات التفكر وقراءة القرآن. ويعني لو كل شيء سهل كان ما بتشعر بقيمته. امبارح حكينا بالموضوع، يعني صح ولا لا؟ خلينا نشوف التعليقات اذا في تعليقات. شلونك عيني شلونك؟ الحمد لله انا بخير، وغرقت، جهزوا لي المنشفة، الدنيا مطر. كم ضايل المغرب بيأذن؟ والله المغرب ضايل له 4 ساعات وثلث هيك شيء. شوف التعليقات، شوف كاتبين، شو ما كاتبين. اهلا وسهلا بكم من مدينة ستوكهولم. خلينا نلف ونرد نرجع، يا منروح من البلد القديمة نكمل طريقنا. فاحنا يا اخوان الكرام كان المقرر انه نحكي لكم نكمل موضوع السعادة. فلانه احنا في زمن كثر فيه سبحان الله توفرت كل الحاجات البشرية تقريبا. يعني الانسان شو بلزمه؟ يعني بالزمان كان الواحد لا يعرف يكوي اواعي ولا يعرف يغسل اواعي ولا يعرف يطبخ. هلا كل شيء اوتوماتيك، الطبخ اوتوماتيك، الكوي اوتوماتيك. على فكرة مخترعين ماكينة للكوي اوتوماتيك، بتحط القميص بتدخله على جهاز بيطلع جاهز، كل شيء اوتوماتيك. الاكل حتى صاروا يطبخوه اوتوماتيك، كل شيء اوتوماتيك. يعني كل شيء بتطير وبتسافر وبتروح، وسيارات وقطارات. لكن الانسان رغم كل الحداثة وكل التقنيات، لكن ما زال الانسان يشعر بالتعاسة. فيا ترى ما هو السبب؟ هل هو السبب نقص في الحاجات، نقص في القناعات، نقص في الدولارات، الغيرة، المقارنات؟ مش عاجبه الواحد شكله، مش عاجبه الواحد طوله، مش عاجبه شواربه، مش عاجبه لحيته، مش عاجبها شعرها، كسمه. شو المشكلة؟ بالرغم انه توفرت جميع الحاجات البشرية في هذا الزمن، لكن الانسان طبعا مش كل البشر، احنا بنحكي على جزء كبير، يعني اكثر من 300 مليون شخص في العالم يعانون من الاكتئاب وغير الامراض الاخرى. فانت شو بتفسرها يا معلم؟ انت من ناحيتك، انت هسه لما يقولوا لك انت ليش زعلان بهاي الحياه؟ والله انا راح علي المسلسل التركي، واحد بيقول لك راحت علي مباراه كره القدم. كل واحد مصدر زعله تقريبا يختلف عن الاخر. واحد ابنه مزعله، واحده زوجها مزعلها، واحد المخده مش عارف ينام بشخور، واحد زوجها شخويه زوجها، واحد طبيخ الاكل. كل واحد فينا في 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 شغله، في نكشه، في نقاط. كل واحد مركز على نقطه معينه، واحد مركز على ملابسه، واحد مركز على الناس،
مزعليني قرايبي، مزعليني الناس، الناس اللي حوالي مش معطيني قيمتي بالعمل، ما حدا سائل فيي. الطقس، في ناس زعلانين من الطقس، هذول جماعة الطقس بحكي لكم ما راح يتغير الطقس إلا كله هذا في إرادة رب العالمين. خلينا نتفرج على هذا المكان. جماعة الطقس اللي بدكم الطقس يتغير، هذا شيء خارج عن النطاق البشري. فإذا أنت زعلان من الطقس، زعلان من منظمة التحرير، زعلان من حزب العنصري، كل واحد له. واحد زعلان من العملات، يقول لك متى ترتفع العملة، متى يرتفع الكرون. ففي شغلات خارجة عن السيطرة، يعني في أشياء أنت ما بتقدر تسيطر عليها. شاركونا نشوف مشاركاتكم يا حلوين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شارع السعادة إن شاء الله، شارع السعادة عندنا بالأردن، اللي زعلانين طول النهار يتمشوا بشارع السعادة. سبحان الله، هو له اسم تاني بس اسمه مش شارع السعادة، بس يمكن عشان الناس هناك كثير سعداء. شارع السعادة، الله يسعدكم يا رب. ستوكهولم سويدن. خلنا ناخذكم على هوتورية على الساحة. بدنا مشاركاتكم وتتفاعلوا شوي هيك، وتكبسونا على البث يوصل لأكبر عدد ممكن، وتشاركونا بالموضوع يعني تتفاعلوا. في ناس زعلانة عشانها لساتها ما وصلت لمرحلة الشهرة. في شهرة حقيقية، في شهرة زائفة. انت اي نوع بدك؟ ما هو الشهرة الحقيقية بكون يمكن وراها يمكن محتوى جيد، داعمين جيدين، لكن في شهرة زائفة ممكن يكون وراك داعمين زائفين، رسالة زائفة، بس بعد فترة من الزمن بمش بتلاقيها طارت، بتلاقيها بطل حدا يتابعك، لأنه اكتشفوا أنه أنت بتقدم شيء فارغ ما له قيمة، ما له معنى. ففي ناس سعادتها متوقفة على عدد المشاهدات، بقوم بنام عايش على عدد المشاهدات وعدد الإشعارات. فهلأ احنا اختلفت معايير السعادة عن زمان. في ناس بتلاقيه إذا بقول لك بصلي الخمس صلوات بالجامع بكون سعيد. خدنا على شي مطعم. احنا صايمين شو بدنا نروح على مطعم؟ هلأ احنا بساحة الهوتوريت. هاي الساحة عادة يوم السبت أو الأحد بتصير مكان للسكن هاند، فجماعة السكن هاند المهتمين بيقدروا يجوا على هاي الساحة يوم السبت أو الأحد. فهاي الساحة ساحة الخضرة، هاي بسموها ساحة الخضار، بس خضار هون ملون مو زي عندنا. كوكتيل وين؟ هاي ستوكهولم وغرقنا. هلا بناخذكم على وسط المدينة، بنروح على الجالاريان لأنه الدنيا مطر وخلص. خدنا كفايتنا من المي. طمنونا عنكم، انتم ما شاركتوا معنا بقصة السعادة. تعتقد انت متى رح تصبح سعيد في هاي الحياة؟ لما راتبك يزيد، لما تجيب السيارة اللي بدك اياها. بس المشكلة الناس انه تفكر حالها اذا امتلكت اشياء رح تظلها سعيدة طول الوقت. يعني انت قبل ما تشتري موبايل ممكن كنت حزين بدك موبايل، بس لما اشتريته صرت سعيد عدة أيام، بس بعدين تعودت عليه، راحت فرحة الموبايل، راحت فرحة السيارة، راحت فرحة الزيجة. يا إخوان الكرام، السعادة أسلوب حياة، يعني مش كل ما تجيني شغلة أنا شعرت بالسعادة وبعدين برجع على النمط القديم. فهي السعادة نمط حياة، وليست إنه كل ما أنا أحقق حاجة والله جبنا تلفزيون سعداء، جبنا سيارة سعداء، تزوجنا صرنا سعدين سعدانين. ففي ناس زي هيك يا إخوان الكرام، حياته مبنية على تلبية الحاجات، يعني وكأنه متعاطي زي اللي بتعاطوا مخدرات، كل ما يأخذ جرعة تتحسن صحته. فهذا مش نمط من أنماط السعادة.
الإنسان السعيد هو نمط شخصيته بغض النظر إجت هاي الأشياء ولا ما إجت، هو عبارة عن كاركتر، شخصية. يعني طفران معه مصاري سعيد، بتمر فترات حزن، لكن يعني لو جينا قسنا منلاقي 70-80% من يومه سعيد. بدناش نقول 100% كذب، ما في 100%، لأنه لازم يتفاعل مع الأحداث المحزنة، لكن برجع للنمط الأساسي تبعه. ففي ناس متوفر عندهم كل شيء بالحياة لكنه حزين، بتلاقيه دائما بيشتكي، بقول لك يا أخي البورصة، يا أخي الدولار، يا أخي أنا كان معي 20 مليون، بدي يصير معي 30 مليون، أنا كنت متجوز وحدة بدي تنتين، أنا بدي بصر إيش، بدي ابني يدرس في أمريكا وبنتي تدرس بصر وين. فالموضوع نمط الشخصية. فإذا أنت تعتقد أنه أنت إذا جبت سيارة راح تصير سعيد، والله بس تركبها يوم يومين ثلاثة بعدين بتقولي البنزين، بكرة بتصير تشكي من البنزين، تصير تقول بدي سيارة. السلام عليكم. هاي هون عند المسدس، اللي زعلان طلقة طلقتين بطلع خالص. ها رجعنا هون للسلام. هاي شو معناها؟ خلني اجيبكم هون. سلام، ارفع ايديك، استسلم. هون شو معناها هاي الحركة؟ ارفع ايديك، سلام. سلام يا حبي سلام. هاي نغرقنا، الحمد لله تحممنا من جديد، حمام العيد والله، لسه لسه مطول للعيد. تونس، اهلا وسهلا بتونس حبايبنا تونس. اكتبوا لنا كم كلمة بالتونسي. لا باس لا باس. فالسعادة هي نمط وأسلوب حياة، مش تلبية حاجات زي ما بعض أخواننا العرب، والله يا أخي أنا زوجي، والله أنا ابني. رغم هذا يا أخوان الكرام، عشان تفهم السعادة لازم تفهم إشي اسمه الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي. الإنسان اللي بتمتع في الذكاء العاطفي قادر إنه يعيش حتى بالسجن، حطه بالسجن بقول لك مش مشكلة، بيستمتع، بيدبر حاله، بيلاقي أصدقاء، فبكون هو عنده قدرة على التواصل مع نفسه ومع الآخرين. لكن الإنسان اللي ما عنده ذكاء عاطفي وما عنده نمط هذا الشخصية، بتلاقيه من أقل مشكلة بضخمها، أبي ارتفع الدولار، أبي شتت، بتلاقيه براقب الشباك. في بعض الناس بتلاقيه قاعد بالبيت وتطلع على الستارة، تحركت في هوا راح تشتي، يا الله شو هذا اليوم، نكد. والله في ناس هيك تغذيقة شخصيتهم يا أخوان الكرام، هو براقب الطقس. الطقس بالنسبة له أهم معيار من معايير أنه يطلع برات البيت. وفي ناس بتلاقيه براقب العملات، في ناس براقب أندية كرة القدم. كل واحد له 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 طريقته. الحمد لله يا رب العالمين، إن شاء الله يوم سعيد. هابي نيشن، هابي نيشن. استمتع، غسل ذنوبك، طهر نفسك، سشور. ها شوفوا الشعرات صاروا حلوين مع المطر. ها لازم فكر إيجابي، فكر إيجابي، حول الفكرة السلبية إلى فكرة إيجابية. يعني الدنيا مطر الحمد لله، هيدا هيك تحممنا. إذا أنت مش متحمم بالبيت هيك طلعت جاهز، بس ناقص تزبط الشعرات، خلاص احنا هيك بالسهل، ما بدهم اشي. فحول الفكرة السلبية إلى إيجابية. نعم، وهلأ شوي بدنا ناخدكم نفرجيكم منظر من فوق المنطقة كلياتها. احنا هلأ في وسط العاصمة، احنا في السنتر تاون. تاون تاون ولا تاون؟ احنا في السيرجل توري. ناخدكم على الكالتشر هوسيت، كالتشر هوسيت هون، ونطلع فوق عند المطاعم نفرجيكم هناك شو في العاب وشو في شغلات للاطفال وللعائلات اللي بيقدروا يقضوا وقت. طبعا المطر لم يمنع كثير من الناس انه يطلعوا، يعني في ناس المطر بتمنحهم، بقول له لا يا عمي خلص الدنيا مطر خليك بالبيت. في ناس بقول لك لا يا عمي في اماكن كثيره في بديل. سيرجل توري
وسط العاصمة. خلنا نطلع فوق وبعدها نروح نلحق نصلي العصر إن شاء الله بشار هولمن بإذن الله. في حدا جاي على شار هولمن؟ والله رجعت الشتوية. امبارح الجو صيف، درجة الحرارة 10، ستوكهولم السويد. هنفرجيكم المنظر من هون قبل ما نروح ال وقع التلفزيون. خلينا ندخل على الكلتشر هوست، نفرجيكم المكان هذا الجميل والإطلالة ومطاعم حلوة. طبعا إخواني الكرام، في الجامع الكبير في إفطار كل يوم في المطعم اللي عند الجامع الكبير، الشباب العزابية عندكم الجامع الكبير، وفي أماكن أخرى يا ريت تذكروها للي بيعرف. إحنا في السويد في ستوكهولم، خلنا نكتب لكم إياها يا إخواني الكرام فوق عشان الناس اللي بتسأل. إحنا ستوكهولم السويد. التلفون تعبى مي. يا الله، هلا هون بتشوفوا، هون في مسارح، في أوبرا، في شغلات، في مطاعم، في ناس بتلعب، في أطفال. بس نفرجيك هون الأطفال بيلعبوا. احنا بنصور عن بعد لأنه بس نفرجيكم المكان. هلا نفرجيكم. طبعا هون في 4-5 طوابق، 6 طوابق لفوق. هون الكلتشر هوست هذا اسمه. طبعا لسه في طوابق تحت، في طوابق تحت، نفرجيكم من هون إذا بنقدر. كلتشر هوست ستوكهولم السويد. ناخذكم لفة تحت ونطلع لفوق، نطلعكم شوي جولة 10 دقائق وبعدين نروح، نروح على شار هولمن. هذا المكان وسط المدينة، يعني مجرد انك طلعت من القطار انت وصلت لهون. تيجي بتقعد على الكمبيوتر، انترنت، تقعد بالكافتيريا، تطلع في المطاعم اللي فوق تتفرج. في هون زي مكتبة كتب، ففي كثير شغلات. هلا بتشوفوا، خليكم معنا في ستوكهولم في السويد. احنا نحاول نعطيكم بس هيك نظرة شاملة سطحية، يعني بدون تدقيق، لانه اذا بدنا ندقق نقعد من هون لبكرة. لأن المبنى فيه 5-6-7 طوابق، فيه متاحف، مسارح، هاي التياتر والأوقات وأفلام، هاي هون ببيعوا التذاكر تبعت التياتر، المسرح، في مطاعم كثيرة، عدة مطاعم بطرق مختلفة، في كمبيوترات هون إذا أنت معك الكود بتقدر تستخدمهم، في ناس تيجي هون، في خزانات بتقدر تحط ملابسك، في مطاعم لسه تحت، في جارديروب بتحط جاكيتاتك، بتحطوا عربيات الأطفال، في حمامات. هذا الطابق الأول، وجنب الكلتشر هوست مباشرة الجاليري الأزرق، يعني مجمع تجاري كمان جميل جدا. بس نفرجيكم هون على السريع، وإذا صحنا وقت إذا أنتوا متفاعلين منروح على الجاليري الأزرق. إذا صار في شوية تفاعل، فيش تفاعل خلاص ننهي العملية وننهي الصفقة ونتوكل على الله، كل واحد يروح على داره. يا دار ما دخلك شر. هلا بدنا ناخذكم فوق تفرجيكم المنظر من فوق، كتير حلو. يعني انا اذا انت من المتابعين تفرج شوي عشان تشوف المنظر من فوق من اعلى طابق. راح ناخذكم هيك طابق طابق على السريع، بس يا ريت تكتبوا لنا بالتعليقات شو ملاحظاتكم عن المكان. انا من الاشخاص اللي بحب المواضيع اللي بتتعلق في السياحة وتربية الاطفال والاسرة والشغلات هاي كتير، بس بحب انوع يعني، ولا انا مجالي اكتره علم نفس، وعلم النفس يؤدي الى السياحه. لانه النفس الانسانيه بحاجه للتفريغ، للتنفيس، للاستمتاع بالحياه. فاذا انت مش مستمتع بحياتك دور لك على شغله، كتاب، قصه، متحف، جامع، مسجد. كل انسان عنده رغبات وميول. هاي خريطه العالم، لف معنا وين حابب تروح. هاي هون ستارت، شوف هون بتعمل ستارت تاتش. هاي الخط تبعنا وين حابين. هاي ستوكهولم وين نروح. هاي قلنا هون، هاي رحنا على بلد تاني. هاي شايف هون، هاي هون، احنا هون، هون وين الدنمارك. هاي رحنا على الدنمارك، شايفين الخريطة. هاي شايفين هون الخريطة كيف عاملة. شوف ليكون اجا ابو عمار. لا مش ابو عمار. طب هاي طبعا في مكان للشطرنج كمان، في ناس تيجي تلعب شطرنج. يا الله. السلام عليكم.
السلام عليكم. هون في مكان إخوان الكرام الكبار بالسن أكثرهم بيجوا بيلعبوا شطرنج. طيب زي ما انتم شايفين احنا في كلتشر هوست في ستوكهولم، هي هون هواة الشطرنج بيجوا بيلعبوا هون شطرنج. فإذا انت من هواة الشطرنج تعال العب شطرنج هون. الصوت مو واضح او في مشكلة، وفي هون مكتبي هلا احنا. اهلا وسهلا. فاحنا في الكلتشر هوست في ستوكهولم سيتي. في احنا في وسط المدينة. هون المكتبة، طبعا احنا عملنا جولات في هاي الأماكن كلها. احنا عملنا جولات في هاي الأماكن كلياتها. وإذا بترجعوا لللايفات اللي عندنا في قناة اليوتيوب راح تشوفوا كل الفيديوهات هاي. صيفا شتاء ربيعا خريفا. بس احنا بنحاول مرات للأشخاص الجداد. هاي هون المطعم الكبير، طبعا ندخل جوا ناس كتير قاعدين. هلا بنفرجيكم الصورة من فوق، لسه في قعدات فوق وإطلالة من فوق جميلة جدا. وهنا في مكتبة كبيرة، كتب وألعاب أطفال وقصص. خلنا أخذكم كمان لفوق عشان نلحق، بس الوقت الوقت كالسيف، أنت من تقطعه قطعك. الله يعيننا. شو رأيكم بالمنظر؟ يا ريت بس تعملونا هيك دعم، يعني احنا نادرا ما حدا يحط لنا وردة. ليش؟ بدكم وردة ولا زهرة ولا تدعموا البث. وهنا في مكان عادة بيعملوا فيه للأطفال رسم ورسم وشغلات، بس هسه مسكر بجهزوا شغلات. وين الورود؟ وين الزهور؟ وين الدعم؟ لسه احنا طبعا في طوابق كمان، بس نفرجيكم من هون كيف الإطلالة. يعني أنا باختصار حاب أحكي لك يا أخي الكريم وأختي الكريم المتابعين في هاي الحياة، إذا قدرت أنت تسعد نفسك بنفسك أنت تجاوزت مرحلة كبيرة بالحياة، أنت انتصرت على نفسك، ورح وفي بكون بقدرتك أنك تسعد الآخرين. عدم مقدرتك على إسعاد نفسك لن تستطيع أن تسعد الآخرين، ولن واحتمال كبير الآخرين لن يستطيعوا أن يسعدوك. فأول خطوة من الخطوات عليك أن تتدرب على إسعاد نفسك بنفسك. شو هالمناظر؟ What is this؟ طبعا هون حاطين أشكال شغلات كثيرة جدا. فأنا بشوف أنه الأشخاص اللي قادرين على أنهم يسعدوا نفسهم هدول الأشخاص الأكثر قدرة على إسعاد الآخرين. أنت شخص غير سعيد يعني الكل إناء بما به بصر إيش؟ كملوها انتم من عندكم، الاناء بما فيه ينضحوا. فاذا انت تعيس مستحيل تقدر تسعدني، اذا انت زعلان ومتنكد اكيد صعب جدا. هون مكان للاطفال للرسم، هون بيجوا الاطفال برسموا، بس انا مش قادر يعني ادخلكم جوا لانه في اولاد وفي عائلات، بس افرجيكم من هون. هون للرسم للاطفال، كله هون بيجوا برسموا وبلونوا، واغلب الشغلات هاي كلها مجانيه. هاي الشغلات اغلبها مجانيه. هلا في تخصص لعلم النفس، علم النفس السعاده، سمعتوا فيه؟ بوزيتيف، بوزيتيف سايكولوجي. سمعتوا بالعلم النفس الايجابي؟ يعني هو تقريبا علم النفس السعاده. فالسعاده تبدا منك، تنطلق. يعني رب العالمين حكى لك بالقران ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ف يعني إذا أنت قاعد تنتظر حدا من الخارج يسعدك فممكن يسعدك، ممكن واحد يحكي لك نكتة. أنا هلأ أحكي لكم نكتة تضحك لك خمس دقائق وبعدين ترجع للحالة الطبيعية تبعتك. هنا في مكان آخر للأطفال زي مكتبة، مكتبة للأطفال لجوا، فبيجوا بيلعبوا بقرأوا كتب. وهنا هاي مكتبة غير المكتبة اللي تحت، هاي بيبليتيك روم بارن. هون للأطفال بيجوا مع أطفال مع عائلاتهم. هاي هون شايفين هاي بيبليتيك روم، وناس كتير معبة جوا. يعني هون جوا ناس كتير. هاي في واحدة بتستقبلهم هون، هاي بتفتح من الواحد ونص للخمسة ونص، ويوم السبت والأحد من الـ11 للخمسة.
هاي أطفال كتير وناس جاي ورايحة، إلا إحنا جماعتنا بدنا الطقس الحياة والوضع المادي وكل إشي يمشي على كيفنا، وقتيها نشعر إن الحياة فيها إشي حلو. الحياة ماشية، الحياة مستمرة. بعض الناس عايش على فكرة الحروب عشان هيك هو تعيس في حياته. طبعا هلا احنا تقريبا اخر طابق نقدر انه احنا ندخله، بس نحاول اذا ان شاء الله ما يكون حدا قريب من القزاز ده. فرجيكم من هون المنظر، هسه هنا كله ما شاء الله محجوز الجهة القزاز. احاول اشوف اذا في اي جهة نشوف في هون. اها طيب نفرجيكم المكان من هون، عاملين شغلات جديده هون. احنا هلا بالمطعم بالطابق الاخير في الكلتشر هوست في ستوكهولم، واحنا فوق هلا الطابق الخامس السادس والله ما انا عارف. فاحنا هلا عند المطعم، شو رايكم بهالاطلاله؟ هلا احنا كنا تحت، سبحان الله دقائق تغير الحياة، تغير المكان. هاي هون المطعم، هون كمان في شغلة هيك زي جالاريا حلو، شغلات حلوة بتدخل جوا زي متحف، بس هذا بتوقع بمصاري. وهون المطعم بانوراما، هون المطعم بانوراما. انا عادة بروح بتفرج من الشبابيك اللي هون، يكون المنظر اجمل، بس الناس كلها قاعدة هون بالطابق الأخير، مطعم إطلالة قاعدة حلوة، والعالم والحياة مستمرة زي ما حكينا لكم. الحياة مستمرة. بعض الناس عنده فكرة الحروب، بعض الناس بقعد معهم، رائد أمريكا، سيليكون فالي، العراق، إيران، زلزال، في ناس عايشين بهذا طريقة التفكير يا إخوان الكرام. هدول للأسف يعني وكأنه هو إذا فكر بالحرب كتير يعني أنه رح يحمي نفسه، لا بالعكس للأسف بعض الناس واقعين في هذه الفخ، فخ أحداث العالمية، فخ المستقبل، الخوف من المستقبل، نزول العملة، نزول الدولار، أمريكا، إيران، فهو عايش في هذا اللنوة. وفي ناس عايشة بالأحزان، بتابع أصدقاء ومعارف وناس بعرفهم وبعرفوني وبعرفونيش طول الوقت ينزلوا بالإنستغرام وبالفيسبوك عن أبوه اللي مات قبل 10 سنين، عن أخوه اللي صار معه حادث، عن مرته اللي ماتت، طول النهار عايش يسترجع الأحزان. كتاب حياتي يا عين. فالعيش بالماضي يولد الأحزان، والعيش بالمستقبل يولد القلق. في ناس عايشين بين التنين، قلق وحزن، ومش عايشين بالواقع. هو بالواقع هاي هون مسكرينها، كنا بناخذكم شوي. كلامه واضح. طبعا في اسانسيل بتقدروا تنزلوا تحت، وفي حمامات هون. هاي هون في الاسانسيل اذا بدنا ننزل، او الهيس او المصعد. انا في ناس تعرف شو كلمه اسانسيل، هي الكلمه مش عربيه كنا فرنسيه. فاحنا هلا بالبانوراما الطابق الاخير تبع الكلتشر هوست، نكمل ناخذكم على الجاليريان والخاطر. انت شوف الصنف، اي صنف منهم انت؟ من انت عايش من جماعة الماضي، ولا من جماعة المستقبل، ولا من جماعة قناة المستقبل؟ يا ريت تكتبونا بالتعليقات انت شايف حالك وين. شايف حالك عالق بين الماضي والمستقبل، وبين العمل وبين الاولاد، وبين واللي عالق بين الشغل من الورشة الى الفرشة. يقول لك يا اخي والله ما انا قادر اعيش، بخلص شغل بروح برجع. أعطي لنفسك لو 10 دقائق باليوم، 10 دقائق مكافأة. قول هدول العشر دقائق بدي أمشي فيهم، بدي أشرب لي كاسة عصير، كاسة شاي. ما هو هاي مشكلة، إنه بعض الناس دائما بيشوف مشكلته أكثر من مشكلة نيلسون مانديلا، وأكثر من مشكلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو بيعظم، بعض الناس عنده طريقة للتعظيم المشكلة،
فهو خلاص بيشوف حاله انه هو اكثر شخص مبتلى في الكون، فهذا صعب تجد له حل. الانسان ايوه جماعه الخير، معلش جانا اتصال. احنا على كل حال ما شفنا التفاعل المناسب للبث عشان نقدر انه نقدم اكثر ونحكي اكثر، عشان نقدر انه نقدم اكثر ونحكي اكثر، لانه مهم جدا عشان نقدم معلومه ونتكلم اكثر. المفروض انه يصير في تفاعل، أسئلة عن الموضوع اللي إحنا قاعدين نطرحه. إحنا اليوم كنا بنحكي نكمل موضوع السعادة. البث بقطع، جانا اتصال والله يا أخي الكريم وردينا على الاتصال. فعادة أنا خبرت المتابعين تبعوني إنه بس يجيني اتصال راح يفصل البث. اتصال الأهل، الأهل رقم 1، رقم 1 ولا رقم 1؟ أهلا وسهلا. ليش اهتمامك؟ أنا دارس علم نفس، دارس علم نفس واشتغلت مرشد طلابي في الأردن، وأحب أقرأ كتب علم النفس وعلم النفس وعلاقته حتى في الدين. وهلأ حاليا في علم النفس الإسلامي، ما بعرف إذا سمعتوا فيه، لأنه النفس الإنسانية إذا فصلناها عن الدين صعب أن تكون سعيدة في الحياة. فهنالك الآن، لأنه كل علم يأتي بناء على بروتوكول بلد معين أو المكان اللي نبع منه. يعني خصوصا العلوم الإنسانية بتكون ناتجة عن حاجات في دول معينة، وهم يستثنوا الدين في علم النفس. يعني نادرا ما تلاقي في أطروحات، دائما بيقولوا لك إنه أنت إذا تعبان نفسيا أرقص، غني، اعمل مديتيشن. فهي هم بيحاولوا يعالجوك بالطرق اللي دائما بعيدة عن الاتجاه الديني. يعني ما بحكوا لك انه والله في خالق، في الله، ممكن انت تعبان نفسيا بسبب الفراغ الروحاني. ها وقف اللي هذا مشي. نعم بيقولوا لك تعبان نفسيا خد نفس. اوكي هاي الشغلات كويسة مفيدة، لكن انت متى لو تظلك ترقص ليل ونهار وعلاقتك مع رب العالمين صفر، اوكي ممكن انت بعد الرقصة تشعر بنشوة، تشعر بمتعة، بس بعدين بيرجع عقلك بيقول لك طب ما انت عندك ذنوب، طب ما انت مقصر في حقك، في حق نفسك، في حق اولادك، في انت ظالم، انت قاسي، انت عملت أشياء صعب. نفسك مرات النفس تقع في فخ اللوم. يعني أنا بسمع ناس، أقف مع ناس شو بقول لك؟ أقول لك أنا أستحق ما يقع لي. هو يرى أنه يستحق العذاب، يستحق الحزن، لأنه هو ظلم غيره. فرب العالمين في القرآن بقول لك، يعني في آيات قرآنية كثيرة، إنه ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. فرب العالمين حريص على نفسك. فأنت غلطت، إن الله تواب رحيم، إن الله مع الصابرين. ففي آيات قرآنية بتريحك، تشعرك إنه أنت ممكن تبدأ من الصفر. لكن علم النفس ممكن يقول لك صعب يرجعك للصفر، لكن القرآن ممكن يقول لك مهما فعلت من ذنوب، ويذكر الأحاديث قصة
الذي قتل 99 شخص، وعارفين هالقصة بدناش نرد نحكيها. لكن انت لما تكون انسان رايح تتعالج عن طبيب نفسي وتقول له والله انا عملت وعملت وعملت، بدي اعمل لك دراسة حالة، وبدك تدخل في قصص، وممكن تدخل في الادمان، ادمان المخدرات وادمان الجنس وادمان الاباحية، شو بدي طلعك من الشغلات هاي؟ يعني طبيب النفس ممكن اوكي صحيح يساعدك، بس ممكن اذا انت عايش في بلد او وضعك المادي تعبان، ممكن يستنزف مالك وانت بتتعالج نفسيا. فاحيانا الرجوع الحقيقي الى الله هو افضل علاج نفسي. بس بدك تعرف كيف بدك ترجع الى الله، كيف بدك ترجع الى الله. هاي المشكله، انه انت ممكن ما تعرف او ما وجدت الشخص المناسب اللي يعطيك الطريقه الصحيحه للرجوع الى الله سبحانه وتعالى، والاستغفار والتوبة والصوم وتنوع العبادات اللي بتعلمنا مختلف الوسائل لكي نتغلب على مشاكلنا بالحياة. عندك صيام، عندك قيام ليل إلى آخره. إذا العلاج النفسي مجانا خلاص تعالج، تعالج. بس علاج نفسي خالي من الجانب الديني يعني ما راح يستطيع انه يقدم لك علاج 100%. ما في جارنتي، ما في راحه. ما اوكي ممكن تتخلص من الوسواس او المشكله تبعتك، لكن سوف يبقى هنالك شيء عالق في نفسك، وهو عدم وجود السكينه التي تتولد من الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. احنا راح نروح خلاص، بكفي اليوم. في فائدة أكيد، إحنا ما بنقول ما في فائدة، العلاج النفسي في فائدة، وللعاد كان الدكاترة النفسيين كلهم سكروا. بس طبيب نفسي هو نفسه بعيد عن الله، يعني راح يقول لك سوي تمارين معينة وخطوات معينة. والله إن شاء الله لنا لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.